بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. الدولية لقيادة الأعمال هنبدأ في أول فصل إن شاء الله، هناخد فيه ريادة الأعمال والبدء في مشروع تجاري صغير. وهنعرف الفصل ده إن شاء الله لشرح الصفات التي يتحل بها صاحب مشروع العمل اللي هو رائد الأعمال. هنشوف أنواع الملكية المشروعات اللي هو يقدر بيها رائد الأعمال إن هو يفتحها، وإيه المميزات وإيه العيوب. زي مثلا ملكية فردية، شركات تضامن، شركات مساهمة، شركات توصية بسيطة، ده كله إن شاء الله هنعرفه. ايه البديل؟ طبعا مع العلم ان الملكيات المشروعات اللي هي انواع ملكية المشروعات دي بتبتدي من الصفر، بتحصل على تراخيص وتحصل على موافقات وتحصل على اجتماعات ما بين اعضاء مجلس الادارة والمساهمين والحاجات دي كلها، دي بتبدأ المشروع من الصفر. طبعا في بدائل ان انت بدل ما انت تاخد على ترخيص وتبدأ المشروع من الصفر او ياخد معاك فترة طويلة، في بدائل ان انت تقدر تفتح المشروع بتاعك على طول مباشرة. ده في البند الثالث اللي هو وصف بدائل بدء مشروعك التجاري من الصفر. بعد كده في عندنا كيف، ثانية واحدة يا جماعة من فضلكم، في عندنا طبعا كيف يمكن للمشروع التجاري أن ينمو من خلال الدمج والتملك والاستحواذ. هنعرف طبعا ازاي المشروع بتاعنا ينمو، سواء كان ان انت هتعمل عملية دمج مع مشروع الدمج، او ان انت تمتلك مشروع تاني، او ان انت تستحوذ على مشروع. هنعرف الثلاث حاجات دول ان شاء الله. اخر حاجة لوصف الخمس مجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها عند البدء مشروع تجاري صغير، وده خطة العمل التي تقوم بيها في المشروع الخاص بيك. طبعا الترجمة بتاعتها باللغة الانجليزية اللي هي entrepreneurship and starting a small business، وطبعا الاوبجكتيفز اللي موجوده اللي انا قلتها الترجمه بتاعتها موجوده حضراتكم. ندخل على بعد كده الهدف. اول اوبجكتيف عندنا اللي هو شرح الصفات التي يتحلى بها صاحب مشروع العمل، اللي هو الصفات التي يتحلى بها رائد الاعمال. ايه الصفات التي يتحلى بها رائد الاعمال؟ يعني اول سؤال ان احنا نقدر نساله لنفسنا كده، ايه الصفات التي يتحلى بها رجل الاعمال او شخص ان هو عايز يفتح مشروع او شخص عايز يبدا في حياته، ان هو ما يكونش موظف عند حد وان هو يبدا ان هو يفتح مشروع، ان هو يمتلكه، ان هو يكون رئيس نفسه. ايه الصفات دي؟ ايه الصفات التي يتحلى بها رائد الاعمال؟ طبعا احنا عارفين رواد اعمال معروفين على مستوى العالم، وفي رواد اعمال معروفين على مستوى الوطن العربي ومصر، ان هو بدأوا حياتهم من الصفر ثم ان هم وسعوا شركاتهم وعندهم شركات ويمتلكون أسهم في أسواق المال وتداول الأوراق المالية والحاجات دي كلها. طب إيه الصفات اللي هم بيتحلوا بيها عشان إن هم يقدروا يكونوا معاهم أو يصلوا للدرجة دي؟ ده أول سؤال، ده أول أوبجكتيف هناخده، وده السؤال اللي سألناه اللي هي ما الصفات التي تتحلى بها رائد الأعمال. أول حاجة الصفات التي تتحلى بها رائد الأعمال، هناخد مقدمة في ريادة الأعمال، وبعد كده ناخد الخصائص المشتركة لرواد الأعمال. إيه الصفات المشتركة اللي بيتحلوا بيها؟ ليه رجل أعمال أصلا بيتحمل المخاطر التي تكون على أصحاب مشروعه التجاري؟ ليه هو أصلا بيتحمل المخاطر؟ ليه هو أصلا إن هو يبدأ مشروع من الصفر ويتحمل المخاطر دي كلها؟ إيه السبب؟ إيه السبب إن هو بيفكر إن هو يغامر بأمواله ونقوده ووقته ومجهوده إن هو يفتح مشروع تجاري، سواء كان صغير أو كبير أو أيا كان؟ إيه السبب إن هو يخليه إن هو يتحمل المخاطر دي كلها، المكسب والخسارة والحاجات دي كلها؟ طبعا هنعرفها. ندخل نفتح على الكتاب الاول. الكتاب اولا ده الكتاب بيبدأ لك في كل فصل ان هو بقصة عن رجل اعمال بدأ حياته. طبعا احنا يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا ناخد الحاجات المهمة اللي احنا عايزينها، الاوبجكتيفز اللي موجودة طبعا دي موجودة في الكتاب. اول حاجة خالص الصفات التي يتحلى بها، او مقدمه، انا اسف بعتذر، مقدمه في رياده الاعمال. دي المقدمه عندنا في رياده الاعمال. نرجع للبي دي اف. اولا مقدمه رياده الاعمال،
بيوضح لي هنا ان اي شخص يستطيع ان هو يفتح مشروع، اي شخص ان هو يستطيع ان هو يبدا المشروع بتاعه. anyone can start a business، اي واحد اي شخص ان هو يقدر يفتح المشروع بتاعه. رياده الاعمال تحتاج الى التزام والاعداد الصحيح لبدء المشروع. لازم تعرفوا اول حاجه يا جماعه في حياتكم وفي حياتكم الشخصيه والعمليه، اذا كنت ملتزما هتكون انسان ناجح. يمكنك ان تكون ناجحا اذا كنت ملتزما، الا ان الاعداد الصحيح لبدء مشروع تجاري امر ضروري. طبعا ما ينفعش ان انت تكون ملتزم ان انت تفتح مشروع وما يكونش عندك اعداد. ما ينفعش ان انا يجي ان انا شخص معاه فلوس ان هو يقول انا عايز افتح مشروع وسكت. طب ايه المشروع اللي انت عايز تفتحه؟ ايه المعلومات؟ ايه الاعدادات اللي انت جهزتها ان انت تفتح مشروع؟ هل جهزت مثلا مكان؟ هل جهزت اموالك؟ هل جهزت كل التجهيزات التراخيص اللي حصلت عليها؟ هل عندك المعلومات الكافيه اللي انت تكون ان انت تفتح المشروع ولا لا؟ entrepreneurship required preparation and commitment. If you have commitment، اذا كان لديك التزام، you are very successful، هتكون انسان ناجح. بعض رواد الاعمال الذين ساعدوا في تشكيل الاقتصاد الامريكي، دي طبعا هنشوفها. رواد الاعمال دول يا جماعه ما بيجيش عندهم يعني ما بيجيش يعني الفكره ان هم وصلوا لدرجه دي مش وهم من خيالهم، او رواد الاعمال هؤلاء قد لا يكونوا من اصحاب البليونات، الا انهم نجحوا في الناحيه الماليه ويقدموا مساهمات هامه للمجتمعات المحليه والافراد الذين يعملون معهم. يعني ايه؟ لو مثلا نيجي على اشهر الشخصيات المعروفه على مستوى العالم، مثلا المؤسسين لموقع جوجل، او خلافه بين المواقع التانية، او ان رجال الاعمال مثلا شركه مايكروسوفت او اي بي ام. الشركات دي كلها يعني اصحابها ما بدأوش من حياتهم ان هم وهم من الخيال، او لا، دول الناس دول تعبوا على اساس ان هم يصلوا للمجهود اللي عملوه والنجاح الباهر اللي هم عملوه. وصلوا عن طريق ان هم حضروا، اعدوا صح، كان لديهم التزام، قدروا ان هم يصلوا للنجاح بتاعهم. ده أمثلة موجودة للنجاح للشخصيات الأمريكية اللي موجودة في أمريكا. بعد كده أنا اللي يهمني there are common characters that all successful entrepreneurs have in common. يعني إيه الصفات المشتركة التي يتحلى بها رجال الأعمال أو رواد الأعمال؟ خصائص المشتركة لرواد الأعمال. عندي أول حاجة في الخصائص المشتركه لرواد الاعمال حاجه اسمها سيلف دايركتد. سيلف دايركتد، الانضباط الذاتي. يعني ايه الانضباط الذاتي؟ اي انسان في الدنيا لما يجي يفكر يفتح مشروع، هو انسان بيفتح المشروع ده غصب عنه ولا لا؟ الانسان ده بيفتح مشروع ده ليه؟ انا عايز افتح مشروع وليكن ان انا اعمل، احنا قلنا المثال ده سابقا في المحاضرات، ان انا عايز افتح صيدليه. انا دكتور صيدلي وعايز افتح صيدليه. انا مرتاح للمشروع بتاعي، انا منضبط ذاتيا ان انا اكون رئيس نفسي في المشروع اللي انا هفتحه ومرتاح له، ومستعد ان انا اكون اواجه النجاح والفشل في مشروعي. دي اول حاجه في السيلف دايركتد، ان انت لازم تكون مرتاح للمشروع اللي انت هتفتحه. اول حاجه خالص تيجي تفكر ان انت تفتح مشروع، شوف ان انت مرتاح للمشروع بتاعك ده ولا لا. تاني حاجه سيلف ناتشرينج، المشروع اللي انت هتمرتاح له ده، انت مؤمن بالفكرة دي ولا لا؟ قادر انك تجدد الحماس بتاعك ولا لا؟ دي حاجات لازم تكون عندك واساسية، انك تكون قادر على ان تؤمن بفكرتك وتجديد حماسك. يعني ايه تجديد حماسك؟ يعني انت ممكن ان يحصل لك خسائر، يحصل لك احباط زي ما بيحصل لنا في كتير في المشروع، خسائر سواء كانت ظروف داخلية او خارجية، الحياة، حياة المجتمع، حياة السوق، الظروف المادية لدى الناس، المعيشة، الحاجات دي كلها دي طبعا بتخليك ان انت في لحظة من اللحظات ان انت ممكن تكسب يوم تخسر يومين، تكسب يومين تخسر يوم، ان انت مستعد، لا انا ثابت، انا مستعد ان انا اقاوم الاحباط بتاعي اللي يجيلي، سواء كان احباط داخلي او احباط خارجي من ظروف خارجية، لا انا مستعد ان انا اواجه كل هذه الامور. سيلف ناتشرينج اللي هي الرعاية الذاتية، يجب أن تؤمن بفكرتك حتى عندما لا يؤمن بها أحد، حتى لو ما كانش في حد مش مؤمن غير مؤمن بها. أنت يا عم رايح تفتح المشروع ده ليه؟ يا عم ده أنت هتخسر، ده أنت كذا، ده كذا، ما ينفعش المشروع ده. لا أنا مؤمن أن أنا مستعد بفكرتي، أن أنا مستعد أن أنا أفتح وأغامر أن أنا أفتح في المجال ده وفي المكان ده بالذات أو في المشروع ده بالذات، حتى لو كان غيري فتحه أيا كان.
مستعد ان انا اواجه كل الاحتمالات اللي موجودة وقادر على تجديد حماسي حتى لو كان في احباط. بعد كده اكشن اورينتد. يعني ايه اكشن اورينتد؟ ما انا مش بتكلم في الخيال، انا مش بقول ان انا عايز اعمل مشروع صيدلية او ان انا عايز افتح مشروع بقالة او سوبر ماركت او ان انا عايز افتح شركة استيراد وتصدير او ان انا عايز افتح مثلا شركة تدريب او شركات ايا كان من مصانع والحاجات دي كلها، ان انا اقعد اخطط وفجأة بس. لا، انت مش هتقعد تخطط وتتكلم وتقول عندك افكار حلوة جميلة، لا، لازم تتوجه نحو العمل. لازم ان الافكار التجارية العظيمة لا تكفي، لازم ان انت تحول الافكار دي لحقيقة، تحول حلمك لحقيقة. ما هو انت مش هتقعد تتكلم كده فضوى الا اذا كنت بتضيع وقت وبتضيع حياتك في وقت. لا، لازم تواجه الموضوع ده وتمشي وتقوم على عملك وتبدا في التنفيذ. ما ينفعش ان انت تقول انا هعمل 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 وفي الاخر انت بتنسان بتتكلم. لا، الحياه في البيزنس ما ينفعش انسان بيتكلم، لازم يكون انسان عملي، انسان جاد، انسان انا قلت ان انا هعمل كذا وكذا وخططت، هبدا في التنفيذ مباشره. خلاص، طالما انا خططت يبقى انا هبدأ في التنفيذ مباشره. بعد كده هايلاي انرجيتك، النشاط القوي. يعني ايه النشاط القوي؟ النشاط القوي لازم انا اكون انسان مستعد عاطفيا وجسديا وعقليا لاي عمل موجود في المشروع. لو جيت تلاحظوا ان الصيدلي ان هو اغلب وقته ده اغلب وقته موجود في الصيدليه، يمكن يكاد يكون اكتر من الموظفين اللي شغالين معاه او الموظفين اللي موجودين معاه. اي انسان صاحب شركه استيراد وتصدير او صاحب الشركات او السوبر ماركت بتلاقيه دايما حياته كلها عمله. العمل لو جدنا وسالنا سؤال او لو سالنا سؤال، انت اصلا لما بتشتغل في شركه او بتشتغل في مصنع مده العمل اللي انت بتشتغلها قد ايه؟ هل هي مثلا 8 ساعات 6 ساعات دي كلها؟ لا، رائد الاعمال ملوش دعوه بوقت، رائد الاعمال له دعوه ان هو يكون انسان مستعد عاطفيا وعقليا وجسديا وقادرا على العمل الشاق ولفترات طويله. تلاقي اكتر واحد بيشتغل هو رائد الاعمال. اخر حاجه موجوده معانا tolerant of uncertainty. يعني ايه؟ قادر على تحمل عدم اليقين. يعني ايه قادر على تحمل عدم اليقين؟ انا عارف ان هيواجهني خطر ما، ولكن انا مستعد ان انا اواجه الخطر ده. ازاي؟ في ناس لما بيجوا يعملوا خطط اعمال، طبعا احنا هنتعلم خطط الاعمال دي في اخر الفصل ان شاء الله وفي الفصول اللي بعد كده. في ناس بتحط احتمالات المخاطر واحتمالات الظروف، انا ممكن يواجهني خطر كذا وخطر كذا، طب انا هعمل ايه؟ هل انا مستعد ان انا اواجه الخطر ده ولا لا؟ هل انا عارف الاحتمالات دي؟ طيب هعمل كنترول ازاي على الخطر ده؟ ازاي ان انا اواجهه؟ ازاي ان انا اواجه الريسكس اللي موجوده دي؟ اهم حاجه اي انسان يا جماعه يفكر في حياته كامله لازم يعمل احتمالات للريسكس. اذا عملت احتمالات للريسكس هتفضل انسان ناجح حتى في حياتك، حتى في المواصلات، حتى في اي، حتى في شغلك، حتى في عملك، معرض لاي شيء حتى في السفر بتاعك. لازم تعمل الاحتمالات بتاعتك كلها. دي كانت الصفات المشتركة للرواد الأعمال. نرجع لهم تاني، عندنا خمس صفات. أول صفة عندنا الانضباط الذاتي، لازم اللي هي سيلف دايركتد، لازم ان انا اكون مرتاح للمشروع بتاعي، انا مستعد ان انا انفذه، خلاص انا مرتاح للمشروع، انا مبسوط ان انا اعمل المشروع ده، عندي انضباط للمشروع ده، انا هكون مسؤول عن النجاح والفشل في المشروع ده. بعد كده سيلف نيتشرينج، انا مؤمن بالفكره بتاعتي، انا قادر على تجديد حماسي حتى لو كان في اي محاوله من محاولات الاحباط. التوجه نحو العمل اكشن اورينتد، الرغبه في تحقيق الاهداف وجعلها وقاحه حقيقيه. انا مش بتكلم بس، لا، انا بتكلم وبنفذ على طول وهنفذ مباشره، مش محتاج ان انا انسان بتكلم، لا، انا انسان عملي. بعد كده هايلاي انرجيتك، يعني انا النشاط القوي، ان انا مستعد اغامر بكل ما املك سواء عاطفيا وجسديا وعقليا والعمل لفترات طويله وعندي عزيمه واصرار. بعد كده قادر على تحمل عدم اليقين تيرنت اوف انسرتينتي، يعني تحمل المخاطر الكبيره. بالمناسبه يا جماعه انا بعتذر جدا، انا لغتي في اللغه الانجليزيه ضعيفه، وانا حصلت على الرخصه الدوليه لكاله العمل باللغه الانجليزيه عشان اقوي اللغه عندي وانميها،
فأنا بعتذر إذا كان في نطقي خطأ أو أي شيء، فأنا بتعلم منكم وأتمنى الأمر ما تزعلوش منه، لأن رحم الله أمرين على ما قدر نفسه. بس أنا دي نقطة ضعف عندي، بس أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أقويها وأنميها وأنا بسعى دائما ليها إن شاء الله. طيب نرجع بعد كده، نرجع بعد كده عندنا أول حاجة احنا خدنا المقدمة اللي هي مقدمة في ريادة الأعمال، وبعد كده خدنا الصفات المشتركة لريادة الأعمال. بعد كده أنا عايز أسأل سؤال ليكم جدا، هو أنا ليه أن أنا أواجه المخاطر دي كلها؟ يعني اللي أنا أواجه المخاطر دي كلها؟ أنا بالوقت اللي ما عاوز أفتح، أنا متحمس جدا أن أنا أفتح مشروع سوبر ماركت، طب وأنا ما عنديش منافسين، طب ما ده ريسك، ما ده ريسك، طب ما أنا الإيجار ممكن يكون مرتفع في الوقت ده، طب ما ده ريسك. حاجات كتير ممكن تقابلك، ممكن يجي لك منافسين أقوى منك، ممكن يجي لك حاجات كتير. طب هل أنت مستعد لكل هذه الاحتمالات وكل هذه المخاطر ولا لا؟ دي طبعا كلها لازم نكون في الاعتبار. السؤال هنا، ليه رجل أعمال بيخاطر بنفسه بيخاطر بأمواله للموضوع ده كله؟ ده سؤال أنا عايز أسأله لكم. طبعا المحاضرة مسجلة، فالأسئلة اللي أنا بقولها دي في المناقشة إن شاء الله أتمنى الكل يأجب عليها عشان أعرف مين اللي كان موجود معايا ولا لأ، وبلغ الدعم الفني بذلك. السؤال الأولاني اللي أنا قلته، ما هي الصفات المشتركة لرائد الأعمال؟ السؤال الثاني، ليه رائد الأعمال أصلا مستعد إن هو يواجه كافة المخاطر اللي موجودة؟ ليه؟ طبعا في مخاطر كبيرة جدا لرائد الأعمال إن هو بيواجهها. طيب ليه هو اصلا ان دايما رائد الاعمال محفوف بالمخاطر؟ ده السؤال الاولاني. هنشوف الموضوع ده في الكتاب. اول حاجه عندي فرصه، انا مستعد ان انا اواجه المخاطر دي كلها عشان فرصه بالنسبه لي. يعني ايه فرصه بالنسبه لي؟ احنا خدنا طبعا سيلف دايركتد، سيلف ناتشورال اند اكشن اورينتد. فرصه، يعني ايه فرصه؟ انا هجيب لكم مثال بسيط جدا لفرصه. مثلا قريه صغيره مفيش فيها صيدليه، ممكن ان انا اروح افتح فيها صيدليه، طب ما دي فرصه. انا عرفت مكان مفيش فيه صيدليه، مفيش فيه مشروع تجاري معين، مفيش فيه سوبر ماركت، مفيش فيه مثلا شركه سياحه، مفيش فيه وسيله مواصلات تودي تكون موجوده وتساعد الناس للمكان ده. المواصلات للبلد دي ضعيفه، ان انا ممكن ان انا اروح اشتري عربيه واكون سائق عليها، طب ما ده رائد اعمال. المكان ده محتاج، المكان ده مثلا محتاج ان انا افتح فيه مكتبه، مكان مكتبه تصوير او ادوات مكتبيه او خلافه. انا محتاج ان انا المكان ده فيه اقبال شديد جدا ان انا افتح محل ملابس، ايه المشكله؟ طب ما دي فرصه يا جماعه، دي فرصه كلها. احكي لكم مثال بسيط جدا عن فرصه موجوده في احدى القرى. في احدى القرى ما كانش فيها نت، فطبعا الفلاشات، الفلاش اللي كانت موجوده للشركات الشبكات اللي موجوده في مصر، كانت البلد دي اكتر بلد ان هي تستخدم الفلاشات. فكان في شخص نتوركينج شبكات قاعد في العربيه في من المواصله دي اللي تؤدي للبلد، فسمع ان الشباب بيشتكوا ان نفسهم النت يدخل البلد عشان يريحهم من موضوع الشبكات، من موضوع الفلاشات ده. فالراجل عجبه الفكره، فنزل للقريه، لقى فعلا ان القريه مساحتها كبيره، فلقى ان انا فعلا مستعد ان انا افتح مشروع وعندي المقومات وعندي كل حاجه ان انا افتح المشروع بتاعي. عشان كده انا جات لي فرصه ان انا افتح المشروع بتاعي في القريه دي، لانها محتاجه فعلا شبكه انترنت. وبالفعل نزل و80% من البلد، من القريه دي خدت منه اشتراكات الانترنت، وبعد كده واحد من البلد قدر ان هو يفتح وان يكون ينافسه ويكون في منافس له في البلد لشركه الشبكات دي. دي طبعا تعتبر فرصه. بعد كده تاني الميزه اللي هو بروفيت، يعني الربح. الربح، بعض الناس بتقول انا عايز افتح مشروع لوحدي عشان انا اللي عايز اكسب، انا عايز اكسب. انا ليه ان انا اشارك حد؟ ليه اني
اغامر او ان انا اطلب شريك ان هو ينافسني وينافس في الادارة ويجي يقول لي ويطلب مني الشركاء او المشاكل وخلافه اللي موجودة في الشركاء. لا، انا عايز افتح المشروع ده لوحدي واحصل على الارباح كلها لوحدي، الارباح دي كلها تكون ليا، مش عايز اي حد ينافسني، حتى لو معايا ان انا هبدا مشروع صغير وبعد كده ان انا اكبره، المهم محدش ينافسني وان انا محدش يشاركني واني احصل على الارباح دي كلها ليا، ومحدش يكون لي شريك ويحصل على نسبه. ثالث حاجه الاندبندنس، يعني الاستقلاليه. يعني ايه الاستقلاليه؟ ان انا محبش اشارك حد، ان انا ما بحبش اشارك حد. زي مين؟ زي مين الناس اللي ما بحبش يشاركوا حد؟ في ناس، او قبل ما اقول زي مين ما بحبش يشاركوا حد، في ناس ما بيحبوش يشتغلوا يكونوا موظفين عند ناس او ياخدوا عندي في شركات او يكونوا تحت مدير او تحت قائد او يكونوا موظفين في شركات، ما بيحبوش ياخدوا اوامر من حد، ما بيحبوش ياخدوا تعليمات من حد، تربى على كده او تورث على كده، او هو اصلا ذاتيا ما بيحبش ان هو ياخد تعليمات من حد، عايز يشتغل حر وفري. زي مين كده مثلا؟ زي مثلا المحامين، زي الدكتور الصيدلي مثلا، زي الدكاتره، زي المهندسين لما يجي بيفتحوا مكاتب هندسيه وخلافه، مكاتب المحاسبه وخلافه، او الشركات دي كلها. دي طبعا بتساعدهم ان انا عندي استقلاليه، ودي كانت امثله عليهم. بعد كده التحدي. يعني ايه التحدي؟ تشالنج. يعني ايه التحدي؟ هجيب لكم مثال بسيط جدا عن التحدي. احدى الشركات العالميه، احدى الشركات العالميه والمعروفه على مستوى العالم، كانت طلبت في اعلان ان هي محتاجه اوفيس بوي، عامل بوفيه، عامل بوفيه، فقدمه في السي في، عامل بوفيه بيقدم سي في. ده طبعا حاجه، طبعا البلاد المتقدمه دي الناس عقلانيه عندها ان هي تقدر ان هي تلاقي شغل كويس. فراح مقدم السي في الاوفيس بوي ده، الشخص ده راح مقدم السي في للشركه دي، الشركه رفضته، مش عشان ان هو ما عندوش خبره، مش عشان ان هو اصلا سنه كبير، ولا ان هو مثلا معاق، او ان عنده اي امراض او صحيا، لا، رفضوه عشان ما كانش كاتب في السي في الايميل بتاعه بس. يعني بدون يعني ايميل كان سبب، كان سبب رفضه لهذه الوظيفه والشركه العالميه، يمكن من اشهر الاولى اشهر الشركات على مستوى العالم. الراجل ده عمل تحدي كبير جدا، قال ان انتوا رفضتوني عشان ما كانش عندي ايميل، انا لازم ان انا اكون رائد اعمال احسن من رائد الاعمال اللي هو مدير الشركه وصاحب الشركه دي. وبالفعل بقى اكبر مموردي الشحن اللي هي السفن والعربيات والقطارات والنقل عموما في امريكا. ده الشخص ده ان هو بسبب ايميل قدر ان هو يكون يعمل لنفسه تحدي كبير جدا جدا ان هو يكون رائد اعمال معروف. الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه سابقا ده كله ان هو الصفات، نرجع تاني للبي دي اف بتاعنا، ان احنا كنا بنتكلم في مقدمة ريادة الاعمال، وكنا خدنا الخصائص المشتركة لرواد الاعمال، الخصائص دي اللي هي الانضباط الذاتي والرعاية الذاتية والاكشن اورينتد وهاي انرجيتك وتولرنت اوف انسرتينتي، الحاجات دي كلها خدناها طبعا. بعد كده خدنا اسباب تجعل كثير من الناس تقرر تحمل مخاطر لكي يكونوا اصحاب مشروعات تجاريه، ليه هم اصلا بيقدموا للمخاطر دي كلها، وخدناها اللي هي عن طريق الفرصه، عن طريق الربح، الاستقلال، التحدي. طبعا نرجع للغتنا، لغه الكتاب الاصليه، الاوبورتونيتي، الفرصه، البروفيت، الربح، الاستقلاليه، الديبندنس، التشالنج اللي هي التحدي. طيب دي سيلف كويستشنز، انتم ياريت طبعا دي هتكون موجوده. هو هنا بيقول لي ان عامل الوقت ده عامل مهم جدا انك تكون انسان ناجح. عامل الوقت ده حاجه مهمه جدا انك تفكر انك تكون انسان ناجح. اي انسان يعرف يدير وقته يكون انسان ناجح، وطالما عنده التزام يبقى هيكون بيعرف يدير وقته. اي انسان لديه التزام هيكون يعرف ازاي يدير وقته، هيكون ان شاء الله انسان ناجح. نرجع للبي دي اف العربي بتاعنا، وصلنا للتحدي. بعد كده دي اسئله اللي انا طبعا محتاج اجابتها والكل يجيب لي عليها، وانا هسالها ان شاء الله، والكل يبعت لي الاجابات اللي
الأسئلة دي على الإيميل إن شاء الله عشان أبلغ بيها الدعم الفني، إن حضراتكم متواجدين معايا وشفتم الفيديو. ما هي الخصائص المطلوبة لتكون رائد أعمال؟ هل هناك خصائص أخرى غير مذكورة وتعتقد أنها يمكن أن تفيد أن تكون مفيدة؟ ده طبعا أنا عايز الاقتراحات من عندكم. لماذا يبدأ الناس مشروعات أعمال جديدة؟ دي كلها الحاجات اللي احنا شرحناها، خلصنا لحد هنا. طيب لو تفتكروا ان كان في البداية خالص، اول حاجة خالص احنا كنا خلصنا اول حاجة خالص شرح الصفات التي يتحلى بها صاحب مشروع العمل. تاني حاجة موجودة عندنا، وطبعا دي انا عايزكم تركزوا معايا جدا، ليه انواع ملكية المشروعات الاعمال، مميزات وعيوب. هناخد ملكيات مشروعات الأعمال دلوقتي. عندنا ثلاث أنواع من المشروعات الأعمال. أول نوع خالص اللي هي الملكية الفردية. مثال على ذلك من الملكية الفردية، أنا أتمنى أن الكل يجيب لي خمس أمثلة للملكية الفردية يفكروا كده معايا على مبدأ شرح. بعد كده شركات الأشخاص، وشركات الأشخاص دي بتنضم علينا أربع حاجات موجودة: شركات تضامن، شركات توصية بسيطة، شركات رئيسية بسيطة، شركات أشخاص ذات مسؤولية محدودة. دي كلها في شركات الأشخاص. بعد كده شركات المساهمة، عندنا شركات ذات مسؤولية محدودة، وبعدين الشركات المساهمة ويطلق عليها اسم S، حرف S، وشركات يطلق عليها حرف C. نرجع للغة الإنجليزية الخاصة بيها. عندنا الأونرشيب بتكون من أول حاجة السول بروبريتورشيب اللي هي الملكية الفردية، وبعد كده البارتنرشيب اللي هي شركات الأشخاص، بعد كده كوربريشنز اللي هي شركات المساهمة، جنرال بارتنرشيب اللي هي شركات التضامن، ليميتد بارتنرشيب اللي هي شركات ذات التوصية البسيطة، بعد كده ماستر ليميتد بارتنر شيب اللي هي شركات أشخاص ذات مسؤولية محدودة، أنا آسف، شركات أشخاص رأسية بسيطة، بعد كده ليميتد لايبيليتي بارتنرشيب، شركات أشخاص ذات مسؤولية محدودة. بالنسبة للكوربريشن شركات المساهمة، عندنا زي ما قلت شركات S كوربريشن يطلق عليها حرف S، وشركات C يطلق عليها حرف C، وأخيرا عندنا شركات ذات مسؤولية محدودة ليميتد لايبيليتي ليميتد لايبيليتي اللي هي رمز ليها LLC. طيب نرجع للكتاب بتاعنا. انا عايزكم تركزوا معايا كويس جدا يا شباب من فضلكم. عشان انواع ملكيات الاعمال Types of Business Ownership، انواع ملكيات الاعمال، انا عايزكم تركزوا معايا لان الموضوع فيها نوع من الصعوبه شويه. ان شاء الله مش هيكون في صعوبه ولا اي شيء، لان اسهلها عليكم ان شاء الله بقدر الامكان. انا عايزكم تركزوا طبعا بالبوينت العريضه اللي هي اللي موجوده باللون الاصفر اللي هي التعريف ده، كل التعريفات اللي موجوده انا عايزكم تركزوا عليها فقط لا غير. هنبدا انواع شركات انواع ملكيه المشروعات. هناخد اول نوع وهو الملكيه الفرديه السول بروبريتور شيب. سول بروبريتور شيب، انا عايزكم تركزوا معايا يا شباب في السول بروبريتور شيب اللي هي الملكيه الفرديه. طبعا انا سالت سؤال، يعني ايه، هات لي مثال على الملكيه الفرديه، وليكن المثال اللي هو الشائع اللي احنا بنتكلم فيه بصفه مستمره ده اللي هو مشروع الصيدليه او الصيدلي. دي ملكية فردية. ملكية فردية ليه؟ لأن يملكها شخص واحد. طب ما هو ممكن شخصين يملكوا شخص صيدلية، أنا معاك مفيش فيها مشاكل، بس احنا بنتكلم على دي أشكال من أشكال الملكية الفردية. لأنك لما تروح تقدم على الترخيص اللي موجود هتقول إن دي ملكية فردية، ملكية فردية باسمي. تمام يا شباب؟ ثواني قبل ما أبدأ، أنا بعتذر. عودنا شباب تاني معاكم، انا موجود. احنا كنا بنتكلم في الملكيه الفرديه، دي اول نوع من انواع شركات الملكيات الشركات الملكيه الفرديه. الملكيه الفرديه زي مثلا المشروع الصيدلي اللي احنا بنتكلم عليه عندنا تعريف في التعريفين في الملكيه الفرديه. اول تعريف اللي هو السول بروبريتور شيب، ده اول تعريف. تاني تعريف السول بروبريتور،
تعريف الالوان السول بروبريتورشيب ده المصطلح الملكيه الفرديه، مصطلح الملكيه الفرديه، واللي هو شكل من اشكال الملكيه تضمن شخصا واحدا. ركزوا في التعريف يا جماعه، سول بروبريتورشيب ا فورم اوف اونرشيب ذات انفولفز اوف انديفيديوال، يعني شكل من اشكال الملكيه تضمن شخص واحدا. وقلنا امثله زي مثلا الصيدليه، زي صاحب السوبر ماركت او محل البقاله، او حتى كمان الراجل اللي بيبيع ذره مشوي، او ان هو الراجل اللي بيبيعه خضروات وفاكهه. دول كلهم رواد اعمال ومحفوفين بالمخاطر. والسؤال الاولاني، ما هي المخاطر الموجوده للصيدلي؟ ده اول سؤال هساله لكم. تاني سؤال، ما هي المخاطر الموجوده لبائعي الفاكهه؟ ثالث سؤال، ما هو الخطر الموجود للشخص اللي هو البيع ذره مشوي جميل؟ ايه المخاطر اللي موجوده له؟ الاسئله دي طبعا انا هحتاج اجابتها. تاني تعريف عندنا، السول بروبريتور اللي هو صاحب عمل الفضل، ده المصطلح اللي يطلق عليه الصيدلي. ده الصيدلي سول بروبريتور، ده الشخص نفسه. The name given to a person who owns a sole proprietorship، الاسم الذي يطلق على شخص يمتلك ملكية فردية. تمام يا جماعة، يبقى احنا عرفنا المصطلحين دول. تمام، نيجي للسول بروبريتورشيبس. ايه هي بقى السول بروبريتورشيبس؟ الملكية الفردية، شخص واحد يملك ويدير المشروع بالكامل. ما هي المميزات وما هي العيوب؟ اول داتا برضو احدى الاسئله اللي نسالها، ما هي المميزات وما هي العيوب للصيدلي؟ ما هي، فكروا كده يا جماعه، ما هي المميزات ولا عيوب؟ انا راجل، انا هفتح صيدليه يعني محتاج راس مال، يعني اول عيب موجود عندي ان انا هحتاج مبلغ كبير، راس مال كبير، ان انا هفتح المشروع بتاعي. ده اول عيب. تاني ده اول عيب خالص. طب ميزه زي مثلا ان انا هكون رئيس نفسي، دي ميزه، ما فيش حد هيشاركني، دي ميزة. وانا هكون ملك المشروع وصاحب المشروع، يعني كل اللي انا هعمله ايه؟ انا هشتري مكان او هأجر مكان، هشتري معدات او هأجر معدات، وان انا هفتح المشروع بتاعي. بعد كده انا لما عاوز اقفل افتح المشروع بتاعي، انا حر براحتي في اي وقت، دي مفيش فيها مشاكل عندي. كمان انا اللي بختار الموظفين، انا اللي بختار الموظفين بتوعي في السول بروبريتورشيب، انا اللي بختار الموظفين بتوعي، مش الشركة مثلا اللي أنا موجود فيها تختار لي موظفين، سواء كان موظفين كويسين أو موظفين غير جيدين في العمل. لا، أنا هحتاج السول بروبريتور، لا أنا اللي اختار الموظفين بتوعي. دي إحدى برضو المميزات اللي موجودة. برضو إحدى المميزات اللي موجودة عندي إن الربح بتاعك اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو بروفيت، أو أنا آسف، البروفيت، تمام، اللي هيكون ليا بالكامل، عائد الربح هيكون ليا بالكامل. طبعا انا قلت ان انا اكون رئيس نفسي، وان انا هكون هصدر جميع القرارات اللي انا عايزها. تمام يا جماعه، دي احدى المميزات الموجوده، ودي احدى المميزات الموجوده في السول بروبريتور شيب. طبعا انا احدى المميزات ان انا عندي سهولة البدء والانتهاء في المشروع بتاعي، انا ابدا ستارتنج اند اندنج ذا بزنس في اي وقت. طبعا انا بكون رئيس نفسي، بيجينج يور اون باس. طبعا ان الارباح بتاعتي هتكون ليا، وان الضرايب اضافيه، الضرايب مش هيكون في ضرايب التاكسس، ودي اهم حاجه ركزوا عليها، ان مش هيكون ضرايب اضافيه، لا هتكون ضرايب على الدخل الشخصي فقط لا غير. طبعا سهولة الحصول على تراخيص، كل الحكاية ان انت بتبدأ تقدم تراخيص للمشروع بتاعك، طبعا بتحصل عليها. طبعا انت صاحب قرارك في اي وقت. تمام يا جماعة، دي المميزات اللي احنا قدرنا ناخدها. نشوف العربي بتاعها، سهولة البداية، يسر الخروج منها، انت رئيس نفسك، تحتفظ بكافة الارباح، لا توجد ضرائب فيدرالية خاصة. العيوب، طبعا انت محتاج فلوس كتير. طبعا انت في عندك مهاره، يعني ايه ثغرات المهاره؟ يعني ايه ثغرات المهاره؟ هقول لكم يعني ايه ثغرات المهاره. دلوقتي انا هفتح صيدليه، هل انت فعلا قادر انك تدير الصيدليه؟ عندك علم بالاداره؟ عندك علم بامور المحاسبه؟ عندك لو هجيب كمبيوتر او اجهزه كمبيوتر، عندك ان انت قادر ان انت تتعامل مع البرامج دي؟
هل انت قادر ان انت تستطيع ان انت تتعامل وتشتري وتبيع مع شركات الأدوية وتختار افضل الشركات وتعرف كل العيوب والمميزات للشركات دي وكيفية التعامل؟ ليه طبعا كلها مشاكل، ان انت اصلا ممكن تكون عارف بعض الحاجات وطبعا بعض الحاجات التانية ما انت ممكن تكون ما انتش عارفها، دي طبعا احدى العيوب. فانت ان كنت بارع في الإدارة طبعا هتحتاج واحد في المحاسبة، ان كنت بارع في المحاسبة هتحتاج واحد في الإدارة، ان كنت بارع في الأجهزة الكمبيوتر والتعامل مع البرنامج الخاص بالمشروع بتاعك هتحتاج برضو لمحاسب او تحتاج برضو لإدارة او وخلافه. طبعا الحاجات دي كلها انت بتحتاجها. بعد كده مسؤولية غير محدودة. يعني ايه كلمة مسؤولية محدودة؟ السؤال اللي انا عايز اسأله لكم يا جماعة هو انا كان مفترض ان انا اسأله لكم الاول، هو الشخص ده مسؤولية محدودة ولا غير محدودة؟ رائد الملكية الفردية اللي هو السول بروبريتور، السول بروبريتور ده يا جماعة مسؤوليته محدودة ولا غير محدودة؟ ده يعني ايه محدودة ويعني ايه غير محدودة؟ الشخص ده مسؤول عن كل حاجة ولا جزء معين؟ ده سؤال عايز اقوله. ليميتد ولا انليميتد؟ ليميتد محدودة، انليميتد غير محدودة. الشخص ده الملكية الفردية يا جماعة لازم تعرف انه انليميتد. ليه؟ لان هو مسؤول عن اي شيء، اي شيء مكسب خسارة هيكون مسؤول عنها، اي شيء متعلق بالمشروع بتاعه هو مسؤول عنها مسؤوليه تامه. يبقى عنده مسؤوليه غير محدوده unlimited، واللي بتيجي في الامتحان السول بروبريتور او السول بروبريتورشيب دي unlimited liability، مسؤوليه غير محدوده. يعني لو مشروع خسر حد هيخسر معاه؟ مش حد هيخسر معاه. المشروع لو كسب حد هيكسب معاه؟ ده هيعود الدفع عليه هو. لو حصل اي حاجه اي ظروف هو اللي هيتحملها. معايا يا جماعة؟ بعد كده فترة حياته محدودة، ان هو لو قدر الله الشخص ده مات وان الورثة بتوعه مش عايزين يكملوا في المشروع، المشروع بيتقفل، وطبعا طبعا بيكون فترة الحياة بتاعته محدودة لان هو طبعا في اي وقت ان هو يقدر يقفل المشروع بتاعه، طبعا عدم وجود مزايا اضافية. تمام يا شباب؟ طيب ايه هي الـ Unlimited Liability؟ ما هي الـ Unlimited Liability؟ مسؤولية غير محدودة. ما معنى مسؤولية غير محدودة؟ The responsibility of business owner for all of the debts of the business. يعني ايه مسؤولية صاحب العمل على كافة ديون مشروع؟ المشروع ده لو عليه ديون مين اللي هيدفعها؟ الموظفين اللي موجودين معاه ولا هو؟ لا، هو اللي هيدفعها. لو في ديون عليه او في اي شيء هو اللي هيدفعها. تمام يا شباب؟ نرجع للكتاب بتاعنا. هذا السول بروبريتورشيب موجود عنده، وطبعا احنا عرفناها باستفاضة الـ Unlimited Liability. احنا عرفناها طبعا، احنا عرفنا المميزات وعرفنا العيوب بتاعتنا. طيب احنا بالطريقة دي يكون خلصنا اول حاجة خالص اللي هي السول بروبريتورشيب. نعمل مراجعة سريعة على السول بروبريتورشيب. نعمل مراجعة سريعة. اولا احنا قلنا الشخص ده، بالمناسبة يا جماعة انا بعتذر نسيت اقول لكم على حاجة، الشخص ده هل له يعني احدى العيوب اللي مش موجودة او اللي مش مكتوبة في الكتاب او اللي مش موجودة في الداتا شو اللي موجودة دي، هل في عيوب تانية او مميزات تانية؟ ياريت ان انتوا تناقشوني فيها وتبلغوني بيها. احدى العيوب دي يا جماعة ان هو اصلا يقدر يعمل تأمين الموظفين بتوعه. طب هو هل له تأمين؟ ان هو يقدر يعمل اوفر تايم للموظفين بتوعه. طب هو بياخد اوفر تايم؟ ان هو يقدر يعمل اجازات بمرتب. طب هو بياخد اجازات بمرتب؟ هل له تأمين صحي؟ الحاجات دي كلها رائد الاعمال يا جماعة او ده بيكون في بعض المميزات بيمنحها للموظفين، وللأسف الشديد هو ما يعرفش يحصل عليها، عشان كده بيكون عنده مجهود شاق جدا وفي نفس الوقت ملهوش تايم في العمل، ملهوش تايم. يعني ايه؟ يعني اذا كان الموظفين بيشتغلوا 8 ساعات هو بيشتغل 24 ساعة، يعني طول الوقت انه مفترض انه يكون موجود في المشروع بتاعه، انه ممكن يجي بدري عن الموظفين ويمشي متأخر عن الموظفين بتوعه. دي طبعا احدى المشاكل اللي موجودة.
المشروع بالصورة الانتهاء، وانت طبعا بتكون رئيس نفسك، انت طبعا بتحتفظ بكافة الارباح، الضرائب بتكون ضرائب شخصية عن الدخل الشخصي. طبعا العيوب احنا اتكلمنا فيها باستفاضة، وعرفنا ان الملكية الفردية تعتبر limited liability، unlimited liability، مسؤولية غير محدودة. تمام يا شباب كده، دلوقتي احنا خلصنا السول بروبريتورشيب، هندخل دلوقتي على البارتنر شيب اللي هي انواع اللي هي لشركات الاشخاص. شركات الاشخاص، ادي الكتاب بتاعنا، شركات بارتنر شيبس، شركات الاشخاص، نبدا ناخدها دلوقتي حالا. استاذنكم في بريك. طيب احنا عودنا معاكم تاني يا شباب، دلوقتي احنا نتكلم في الجزء السهل الجميل، نتكلم فيه دلوقتي اللي هي شركات الاشخاص. شركات الاشخاص يا جماعه، دي احدى نجيب البارتنرشيب. عندنا اربع انواع من شركات الاشخاص: جنرال بارتنرشيب، ليميتد بارتنرشيب، ماست ليميتد بارتنرشيب، ليميتد لايبيليتي بارتنرشيب. انا عايزكم تركزوا معايا جدا يا جماعه دلوقتي حالا، هناخد ثلاث انواع فقط لا غير. اول حاجه خالص في الانواع جنرال بارتنرشيب اللي هي شركات التضامن. التعريف الثاني ليميتد بارتنرشيب اللي هي شركات التوصية البسيطه. التعريف الثالث اللي هو الماستر ليميتد بارتنرشيبس دي شركات ذات المسؤوليه المحدوده، اسف يا جماعه، شركات توصيه بسيطه، شركات توصيه بسيطه. طيب نيجي للليميتد بارتنرشيبس، هنبدا نشوف شركات التضامن دي على دلوقتي، نخليها على دلوقتي وناخد البند الثاني اللي هو ليميتد بارتنرشيبس. عشان ان انا اعمل شركه توصيه بسيطه لازم يكون عندي شخصين ضروريين واساسيين في الشركه. شخص اولاني ان هو يكون جنرال بارتنرشيب على الاقل واحد، والشخص الثاني ليميتد بارتنرز، شخص موصي او شركه شخص موصي. يبقى عندي حاجتين عشان ان انا اعمل شركه ليميتد بارتنرشيب، شركه توصيه بسيطه، لازم يكون عندي حاجتين: واحد شريك متضامن جنرال بارتنرشيب، تاني حاجه شريك موصي ليميتد بارتنرز، شريك موصي. طيب ايه هي اصلا شركات التضامن؟ مميزات وعيوب شركات التضامن اللي احنا بنسمع عنها يا جماعه، هجيب لكم مختصر المفيد عنها. اي شخص بيقول انا عايز اعمل شركه تضامن، او في شركه وهو شريك متضامن في الشركه دي، الشخص ده نقدر نقول عليه مصطلح الله يكون في عونه. لو حصل ديون على الشركه والشركه افلست، هيرجعوا على الشريك المتضامن اللي هو الجنرال بارتنرشيب، نقول لو سمحت هات لنا من اموالك الشخصيه عشان نسدد الديون اللي على الشركه لانك شريك متضامن. جنرال بارتنرشيب ده انت شريك متضامن. ليه شريك المتضامن ده؟ زي ما انا قلت يرجع على امواله الشخصيه في حاله ان للشركه عليها ديون او افلست. تمام يا جماعه، يبقى احنا عرفنا دلوقتي الجنرال بارتنرشيب، نرجع للكتاب بتاعنا عشان نوضح الامور دي. اول حاجه خالص البارتنرشيب شريك متضامن، ليجل فور اوف بزنس وذ تو اور مور اونرز، مالك او شريك يتحمل مسؤوليه غير محدوده وله دور فعال في اداره الشركه. يعني ايه يا جماعه؟ الحاجة اللي أنا عايز أسألها لكم سؤال دلوقتي، أنا آسف هي دي ال طيب معايا شركة التضامن، لا أنا آسف يا جماعة، البارتنرشيب شركات الأشخاص دي إحدى شكل من الأشكال القانونية اللي موجودة في الشركات عموما، يعني في ملكيات الشركات.
طيب شريك المتضامن، شريك المتضامن اللي هي شركة التضامن General Partnership، A partnership in which all owners share in operation the business and in assuming liability for the business debts. يعني ايه؟ شركة يشارك فيها كافة الشركاء في إدارة الأعمال وفي تحمل مسؤولية أي ديون على الشركة. يعني ايه؟ أول حاجة لو تيجي تفتكروا إن انت احنا كنا بنتكلم في السول بروبريتورشيب، شركات الملكية الفردية، وقلنا هي إن هي unlimited. unlimited ليه؟ لأنه بيتحمل كافة المخاطر اللي موجودة في الشركة، كافة الديون اللي موجودة على الشركة، المكاسب والخسائر دي كلها إن هو اللي بيتحملها، يبقى هو unlimited. طب شريك المتضامن، أنا بقول لكم شريك المتضامن إن أو شركة التضامن أو الشريك المتضامن إن هو أصلا لما يروح يكون شريك في شركة، إن لو الشركة دي عليها ديون هيرجع عليه في أمواله الشخصية، يبقى هو limited ولا unlimited؟ ده أول سؤال اللي أنا هسأله لكم ومش هاجب عليه دلوقتي. يبقى اللي احنا عايزين نعرفه السؤال الأولاني، الشريك المتضامن limited ولا unlimited؟ علما بأن الشريك المتضامن زي ما أنا بقولت اللي حصل خسائر للشركة أو ديون للشركة أو في حالة إفلاس للشركة وعليها ديون هترجع على أمواله الشخصية. تمام يا جماعة؟ طيب نرجع للبند التاني، احنا كده بالوقتي عرفنا شركة التضامن، نروح للليميتد بارتنرز اللي هي الشريك الموصي أو شركة توصية بسيطة. ايه هي شركة التوصية البسيطة؟ نرجع للكتاب بتاعنا ليميتد بارتنرشيب، شركة توصية بسيطة. احنا قلنا شركة التوصية البسيطة دي لازم يكون فيها عندي اتنين، واحد جنرال بارتنرشيب شريك متضامن، والتاني شريك موصي. احنا عرفنا اول حاجة شريك متضامن، لازم نعرف دلوقتي ايه هو الشريك الموصي. نشوف بس التعريف الاول بتاع شركة الليميتد بارتنرشيب. التعريف بتاعها A partnership with on or more general partners and on or more limited partners. يحتاج شريك واحد على الأقل متضامن وشريك واحد على الأقل موصي. طيب الجنرال بارتنر، احنا قلنا عرفنا الشريك المتضامن، سيبنا من التعريف دلوقتي عشان في سؤال وإجابة السؤال ده موجود عليه. طيب الليميتد بارتنر، ايه هو بقى مين الليميتد بارتنر اللي هو الشريك الموصي؟ الشريك الموصي ده يا جماعة شخص معاه فلوس وعايز يستثمرها فقط لا غير. ده الشريك الموصي، شخص معاه فلوس وعايز يستثمرها. يعني مثلا انا معايا 10,000 جنيه عايز احطهم في شركه فقط لا غير، انا شريك موصي. علما بان ان انا ليس لي حقا في اداره الشركه، الشريك المتضامن عشان هو اصلا لو الشركه افلست هيرجع لاموال الشخصيه، فبندي له ميزه. ايه هي الميزه دي؟ ان انت هتكون في اداره الشركه، ليك الحق ان انت تشارك في اداره الشركه. يبقى احنا عرفنا اول حاجه ان المميزات اللي موجوده في شركه التضامن، شركه التضامن ان هو له الحق في اداره الشركه، انما الشريك الموصي ده ليس له الحق في اداره الشركه. Means limited partners are not responsible for the debts of the business beyond the amount of their investment. Their liabilities is limited to the amount they bought into the company. Their personal assets are not at risk. يعني مالك يستثمر نقوده في المشروع ولكن ليس له دور في الشركة ويتحمل مسؤولية عن ولا يتحمل مسؤولية عن خسائر أكثر من المبلغ المستثمر في الشركة. يعني لو حصل للشركة أفلست أو عليها ديون هو هياخده من 10,000 جنيه فقط لغير، ومش هيعوده لأمواله الشخصية. تمام يا جماعة؟ طيب السؤال هنا limited liability، الشريك الموصي limited ولا unlimited؟ السؤال التاني، أنا سألت سؤال قلت الجنرال بارتنر limited ولا unlimited؟ نرجع نقول تاني الشريك الموصي limited ولا unlimited؟ تمام يا جماعة؟ طيب نرجع بعد كده في المصدر limited partnership ويطلق عليها MLB. قبل ما ناخدها دي نرجع تاني ونعود للشرح بتاعنا. الخط ممكن يكون صغير. طيب نكبر. طيب دلوقتي يا جماعة احنا من
شركات ملكيات الاشخاص، احنا قلنا جنرال بارتنرشيب اللي هي شركات التضامن، وطبعا احنا عرفنا شركات التضامن، قلنا شركات التضامن شريك متضامن ده شخص يتحمل كافه الديون اللي موجوده عليه في الشركه، وان لو الشركه حصلت ديون نروح لامواله الشخصيه، وان له الحق في اداره الشركه. ليميتد بارتنرشيب اللي هو البند الثاني، عشان ان احنا نفتح شركه توصيه بسيطه لازم يكون عندنا واحد على الاقل شريك متضامن، واحد على الاقل شريك موصي. تمام يا جماعه؟ تمام. احنا ما قلناش محتاجين للداتا دي، نرجع للبي دي اف بتاعتنا اللي هي شركات الاشخاص. اول حاجه شركه التضامن، شركه توصيه بسيطه، ماستر ليميتد بارتنرشيب، الاربع شركات اللي موجوده عندنا. احنا اتكلمنا عن شركه التضامن ولا جنرال بارتنرشيب، شركه يشارك فيها كافه الشركاء في اداره الاعمال وهو وفي تحمل مسؤوليه اي ديون على الشركه. شركة توصية بسيطة احنا قلنا لازم يكون في شريك متضامن وشريك موصي. تمام يا شباب؟ طيب نيجي بقى للشركة اللي هي الماستر ليميتد بارتنرشيب والليميتد لايبيلتي بارتنرشيب. ماستر ليميتد بارتنرشيب الام ال بي، ما هي الام ال بي؟ اللي هي شركة رئيسية بسيطة. هو الكتاب مش جايب اكتر من سطرين عنها بالفعل، بس هي الملخص بتاعها اللي موجود عنها تشبه لحد كبير من شركات الشركه المساهمه، وهنعرف الشركه المساهمه وبعدين هرجع عليها تاني من حيث تداولها في اسواق الاوراق الماليه. انت عارفين شركات المساهمه بتتداول في الاوراق الماليه ولكنها تحاسب ضريبيا مثل شركات الاشخاص، وبذلك تتجنب ضريبه الدخل الخاص بالشركات. هي دي بس المصطلح اللي موجود عنها في الكتاب. شركة أشخاص ذات مسؤولية محدودة اللي هي Limited Liability Partnership، الخطر الخسارة الموجودة على الشركة دي لأصولهم الشخصية على تصرفاتهم وسهوهم وتصرفات وسهو العاملين الذين تحت إشرافهم. يعني إيه؟ يعني إيه Limited Liability Partnership؟ شركة أشخاص ذات مسؤولية محدودة. أنا شخص استثمرت مثلا ب10,000 جنيه في الشركة دي، أنا مش الخسارة اللي هتكون موجودة هتتاخد من ال10,000 جنيه فقط لا غير، تختصر الخسارة على أصولهم الشخصية فقط لا غير. تمام. طيب في حالة تصنيع تصرف يضر الشركة ويخسرهم فهم مسؤولين عنها، حتى لو هم في موظفين تحت إيديهم. ده هو التعريف اللي موجود عندنا في الشركة، وهنعرفه برضو بعد ما ناخد شركة المساهمة. بالنسبة للتعريفين دول دي بس تاخدوا لمحة مختصرة عنهم، بعدين هنرجع لهم تاني إن شاء الله. شركات التضامن احنا قلناها خلاص، بعد كده شركة توصية بسيطة، بعد كده شركة رئيسية بسيطة، بعد كده ناخد المميزات والعيوب لشركات الأشخاص البارتنر شيب. أول حاجة للمميزات بوارد مالية أكثر، إن طبعا لما تيجي تفتح شركة وتقول عليها شركة أشخاص، يعني مثلا هتفتح شركة توصية بسيطة أو شركة تضامن، هتلاقي ناس كتير إن هم في إقبال عليها موجودة، وطبعا المعرفة مجمعة يعني الناس كلها هتعرفها. العيوب طبعا الأرباح كلها ما بتروحش لشخص واحد، ده بتتوزع على الأرباح، وفي بيكون أحيانا مشاكل في الأرباح. طبعا مسؤولية غير محدودة لكل من الشركاء المتضامنين، وركزوا يا جماعة المتضامنين. النزاعات بين الشركاء على تقسيم الأرباح، صعوبة إنهاء العلاقة في الشركة، عشان أنت تفكر إن أنت تقفل الشركة بتاعتك ده أمر صعب جدا جدا جدا. تفكر إن أنت تقفل شركة أشخاص، شركة من شركات الأشخاص، ده أمر ليس سهل. هو إحنا عايزين نقول ملحوظة نهوا اللي هي في حاجة اسمها اليو بي اي، ده القانون الموحد لشركات الأشخاص، ده القانون الموحد لشركات الأشخاص. ما علينا منه دلوقتي حالا، احنا ده قانون موحد ان هو بيحاول ان هو يضمن حقوق المساهمين في الشركات، اللي هو القانون الموحد ده. انا هجيب لكم بس النبذه عنه. القانون الموحد لشركات الاشخاص هو اتفاق افتراضي، انا هجيبها لكم بالتحديد. بس هو التعريف بتاعه عموما هو اتفاق افتراضي
يدل على الطريقة التي يجب أن يتصرف فيها الشركاء مع بعضهم البعض في متعلق بالملكية والأرباح والخسائر المشتركة فقط لا غير. في عندنا حاجة اسمها الزير آر سيفورد فونتشوس اللي هي المعرفة المجمعة، طبعا احنا عرفناها معرفة المجمعة. يعتبر بقدر الإمكان قدرنا نخلص شركات الأشخاص بالكامل في المناقشة. يا جماعة أنا هعيد شركات الأشخاص دي بالكامل، لأن أتمنى أن أنتم تكونوا حاضرين معي عشان المعلومة توصل أفضل من كده إن شاء الله. طيب ناخد بريك يا جماعة بنفضلكم. السلام عليكم يا شباب، عودنا تاني. هنتكلم دلوقتي يا جماعة شباب عن موضوع الكوربوريشن اللي هي الشركات المساهمة. هو في مقدمة بسيطة جدا عن شركات المساهمة دي كلها، مقدمة بسيطة جدا شركات المساهمة اللي هي بتتكلم. طبعا احنا بنتكلم في اسم شركات المساهمة، احنا ممكن زي مثلا شركات فورد او الاي بي ام او شركة مايكروسوفت، على اساس ان دي شركات عملاقة شركات مساهمة. لا، ده في شركات مساهمة صغيرة جدا، صغيرة وفيها تداول في الاوراق المالية كل حاجة، وبتساهم في الاقتصاد الامريكي بشكل كبير جدا. ليس شرط ان هي شركة مساهمة ان هي شركة كبيرة جدا، لا، ده في شركات مساهمة صغيرة بتساهم طبعا في الاقتصاد في اي دولة على مستوى العالم. في الشركة دي انواع الشركات المساهمة، في حاجة اسمها حكومة الشركات، هنيجي تحت المصطلح بتاعها اللي هو كوربريت جوفرنمنت. يعني ايه حكومة الشركة؟ حكومة الشركة دي يا جماعة هذا المصطلح بتاعتها اللي هو الموجود في الباراجراف، هي الاجراءات واي التقاليد والسياسات والقوانين التي تسرع عليها الشركة وإدارتها، وازاي ان احنا نسيطر عليها، وازاي نوزع الارباح، وازاي نوزع الخسائر على المساهمين. يعني هي بمعنى صح الإدارة الكاملة في الشركة، حكومة الشركة. هي حكومة الشركة دي يا جماعة الإجراءات والتقاليد والسياسات والقوانين والمؤسسات التي تؤثر على طريقة توجيه الشركة وإدارتها والسيطرة عليها. دي حاجة، ده بخلاف البارد اوف دايركتورز اللي هو مجلس الإدارة. ده بخلاف مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة ده يا جماعة مسؤول عن ايه؟ مجلس الإدارة ده هو اللي بيدير الشركة. مجلس الإدارة ده هو اللي بيدير الشركة، مجموعة من الأشخاص مسؤولين عن قرارات مشروع الأعمال، وهم مش شرط ان هم يكونوا عمال في الشركة، لا، ده هم أصلا ناس خارجيين يساعدوا في ان هم ينموا الشركة، ويساعدوا ان هم يطوروها على أساس ان الشركة بصفة مستمرة ان هي تتقدم. طيب هي ايه لازمة شركات المساهمة عموما يا جماعة؟ ايه لازمة شركات المساهمة؟ شركات المساهمة المتداول في الأوراق المالية دي نوع من انواع الشركات اللي بتحد من المسؤولية الغير محدودة، زي شركات التضامن، زي شركات الملكية الفردية. دي شركات limited liability، مسؤولية محدودة. اي شركة مساهمة مسؤولية محدودة على قدر المال اللي انت هتساهم بيه، هو المال اللي انت هتتحاسب عليه فقط لا غير. مش هنرجع لأموالك الشخصية ولا ممتلكاتك الشخصية ولا أي شيء. طبعا أنت بتتعامل بمسؤولية غير محدودة ومتخسرش طبعا أموالك الشخصية. طيب في أنواع من الشركات دي كلها، والدولة أنها بتحاول، يعني الدولة ثابت عملت أنواع من الشركات، وفي بعض الناس أنها بتعمل حكومة للشركة بالكامل طبعا ما يخالفش القانون، والدولة نزلت بعض شركات المساهمة اللي تتبع قوانين معينة. في نوع من شركات المساهمة ان هو سي كوربوريشن، ده شكل من الاشكال ملكية الاعمال، ودي بتوفر مسؤولية محدودة limited liability a form of business ownership that provides limited liability. تمام يا شباب، طب ايه هي شركة سي دي؟ هي خلاصة شركة سي دي يا جماعة ان هي limited liability فقط لا غير، ان هي بتحد من المسؤولية الغير محدودة. لا، هي
مسؤوليه محدوده، ودي شكل شركه سي اللي هي كيان قانوني تابع للدوله ولها سلطه تصرف ومسؤوليه منفصله عن اصحابها. يعني ايه؟ المساهمين اللي موجودين في المؤسسه هم اصحاب الشركه فقط لا غير. معنى كده ان الملاك غير مسؤولين عن الديون او عن مشكلات اخرى للشركه اللي موجوده. يبقى احنا عرفنا ان الشركه اس دي شكل من الاشكال القانوني اللي موجوده، وان هي بتحد من المسؤوليه الغير محدوده ليميتد لايبيليتي. انا عايزكم تركزوا يا جماعه عن شركه سي كوربريشن اللي هي ليميتد لايبيليتي فقط لا غير. نيجي بعد كده شركة S. شركة S خدنا شركة C، نشوف شركة S. طيب ايه شركة S وايه شركة C؟ لو نرجع كده يا جماعة، ان انا عندي في الكوربريشن عندي C كوربريشن وعندي S كوربريشن و C كوربريشن. دي طبعا احنا خدنا المصطلح الاولاني اللي هو C كوربريشن، هناخد التعريف التاني اللي هو S كوربريشن. دي نوع من انواع الشركات. انواع الاس كوربريشن بالتحديد يا جماعه، ده الدوله هي اللي وضعت قوانين الخاصه بيها ازاي ان احنا نعمل شركه مساهمه تحت اسم اس كوربريشن، وعملت قيود عليها ان هي مثلا ما يكونش لديها اكتر من 100 مساهم. الفائده بتكون واحده. بتحدد نوع الملاك بتاعتهم او المساهمين، لازم يكونوا ملاك وطنيين، يعني يحملوا الجنسيه البلد نفسها، يحملوا الجنسيه الامريكيه. ما ينفعش ملاك تانيين يساهموا في الشركه. دي الخلاصه اللي موجوده في شركه اس، ان هي شركه ليميتد، مسؤوليه محدوده لاي شركه مساهمه، اي كوربريشنز كومباني دي يا جماعه ليميتد لايبيليتي. ودي برضو دي احدى المميزات اللي موجوده اللي عملتها الدوله، ان بتضع قيود عشانها. هو البند الرابع ده بيتكلم فيه لا يأتي اكثر من 25% من الدخل مصادر سلبيه، يعني اللي توزيع دي على بالنسبه لتوزيع الارباح. بصراحه انا ما عنديش خلفيه عنها اكتر من كده، الكتاب مش جايب اي توضيح اكتر من كده بالذات في البند الرابع. طيب ايه حكايه شركه الليميتد لايبيليتي كومبانيز اللي هي شركات ذات المسؤولية المحدودة؟ قبل ما ندخل فيها نروح على البي دي اف العربي نشوف موضح لنا ازاي. حكومة الشركة، احنا طبعا عرفنا حكومة الشركة، انواع شركات المساهمة، شركات سي تقليدية، شركات اس. شركات المساهمة سي شركة من اشكال ملكية الاعمال توفر مسؤولية محدودة، الملاك غير مسؤولون عن الديون. ده طبعا اللي احنا نعرفه فقط لغير في شركات المساهمة. نسبة الشركات المساهمة اس، شركات انشاتها الحكومه تعامل ضريبيا مثل الملكيه الفرديه السول بروبريتور، وشركات الاشخاص انت اللي بتختار، دي التعاملات الضريبيه بتاعتهم. في قيود ليس اكثر من 100 مساهم المواطنين فقط، يعني ما ينفعش ان اي جنسيه ثانيه يحصل عليه ان يكون شريك فيها مساهم. فئه واحده فقط من الاسهم، ليس اكثر من 25% من الدخل ياتي من مصادر سلبيه ايجار او فائده. انا اتمنى لو في حد عنده معلومات اكثر من الموضوع ده ان هو يفيدنا بيها، لاني بصراحه ما عنديش معلومات اكتر من كده، وان شاء الله هبحث لكم ايه الموضوع ال 25% دي فائده اكتر مصادر سلبيه ايجار او فائده، ان شاء الله هبحث لكم فيها. بعد كده احنا خدنا الشركات ذات المسؤوليه، ناخد الشركات، انا اسف، شركات ذات المسؤوليه المحدوده اللي هي دي ليميتد لايبيليتي كومبانيز، شركات ذات مسؤوليه محدوده. السلام عليكم يا شباب، عدنا تاني. احنا كنا بنتكلم في اخر حاجه ليميتد لايبيليتي كومبانيز اللي هي الشركات ذات المسؤوليه المحدوده. النوع ده من الشركات يا جماعه سيميلر اللي هو بيشبه الشركات الاس كوربريشن اللي هي وضعتها الدوله والقيود بتاعتها، ولكن في عندها فيها مميزات وفيها عيوب. اولا هي ليميتد لايبيليتي، مسؤوليه غير محدوده، دي شكل من الاشكال شركات المساهمه ذات المسؤوليه المحدوده. انه احدى المميزات اللي موجوده عندنا هي ممكن تتعامل ضريبيا سواء كان شركات بارتنرشيب او كوربريشن، شركات اشخاص او شركات الضرايب اللي انت عايزها، اللي انت بتحددها يمكنك اختيار
اختيار نوع الضرائب اللي انت تريدها، اي نوع الضرائب اللي انت عايزها انت تقدر ان انت تاخدها. دي مفيش فيها مشاكل في الشركه دي. دي حاجه من احدى العيوب اللي موجوده في الشركه دي، ان هي بتحتاج اوراق كبيره جدا، اقصد اوراق كتيره جدا ان انت تفكر ان انت تاسسها. دي اول حاجه، دي احدى العيوب اللي موجوده، ان انت بتحتاج اوراق كتيره جدا ان انت تاسس الشركه دي. دي حاجه انك تفكر ان انت ان انت تخلي الشركه اصلا تنهيها، ده امر بيحتاج اوراق كتيره جدا وبيحتاج وقت كبير جدا. من احدى المميزات اللي موجوده في الموضوع ده كله ان قواعد توزيع الارباح والخسائر فيها مرونه، فيها مرونه شويه، وما بتحتاجش الى عقد اجتماعات دوريه. معلومه يا جماعه، اي شريك متضامن في اي شركه في الاجتماعات الدوريه بتاعتها لازم يكون معاه المحامي الخاص بيه، ده ضروري. بالنسبه للشركات ذات المسؤوليه المحدوده دي ما بتحتاجش الى اجتماعات كتيره بصفه مستمره. طبعا من احدى العيوب اللي احنا قلناها ان هي بتحتاج لاوراق كتيره جدا على اساس ان انت تبدا نشاط الشركه ده. طبعا من احدى المميزات اللي موجوده عندنا ان انت تقدر تحصل على اموال كتير للاستثمار، بالاضافه الى ان هي بتجذب موظفين من ذوي القدرات العاليه بسهوله بسبب قدراتها على عرض المرتبات، بتعرض مرتبات اعلى، فعشان كده بتحتاج موظفين اكتر. سهله ان هي البيع في تداول اوراق المال الخاصه بيها، بيع الاسهم الخاصه بيها. دي بالنسبه لشركات ذات المسؤوليه المحدوده. في تعريف عندنا هنا يا جماعه في الجنب اللي هو بيسالنا عن اللي هو دبل تاكسنج، اللي هي الضريبه ازدواج ضريبي. ده لما بيكون بيخضع لضريبتين مع بعض، لما يخضع مالك الشركه لضريبتين، ضريبه على الدخل بتاعه وضريبه على الشركه. ازاي يعني؟ مثلا هو في الشركه كسبت 1,000,000 جنيه، فعند توزيع الارباح يعني مثلا نصيبه ان هو مثلا ياخد 100,000، فبتاخد من ال 100,000 ضريبه، بترجع له على الشركه نديا نصيبه ونديا حقه، بياخد ال 100,000 بيدفع برضه ضريبه على الدخل الشخصي. يبقى يحدث عندما يخضع ملاك الشركه لضرائب مرتين، مره عندما يتم اخضاع الشركه لنفسها، والمره الثانيه عند اخضاع الارباح للضريبه. يعني الارباح الشركه 1,000,000 جنيه دول بيروحوا بيدفع عليهم ضريبه، وبالنسبه لارباحه الشخصيه بيدفع عليها برضه ضريبه. ده الازدواج الضريبي. ده جدول يا جماعه، ده جدول جميل جدا يوضح الفرق ما بين الشركات اللي موجوده. انا اتمنى ان انتم ما تشوفوش الجدول ده نهائي. انا كل اللي عايزكم ان انتم تركزوا برضو على الليميتد لايبيليتي والانليميتد لايبيليتي فقط في الشركات، ودي ان شاء الله في المناقشه هنتكلم عليها اكتر. بكده يكون خلصنا المحاضره الاولى في الشركات، واللي هي احنا كنا بنتكلم عنها في الاول خالص. بس احنا انا اسف، انا هرجع سريعا هنا تاني. شركات ذات المسؤولية المحدودة يا جماعة، ذات المسؤولية المحدودة اللي هي نرجع للكتاب نوضحها اكتر، اللي هي دي يا جماعة Limited Liability Companies. الشركات دي يا جماعة بالنسبة للمميزات، هذا النوع من الشركات يتمتع بمسؤولية محدودة، اختيار نوع الضرائب اللي انت عايزها، قواعد الملكيه وتوزيع الارباح والخسائر فيها مرونه، لا تحتاج لعقد اجتماعات سنويه. العيوب: لا يمكن بيع الاسهم، تحتاج مستندات اكثر واوراق من اجل بدء النشاط الخاص بها. في طبعا مقارنه موجوده هنا ما بين شركات المساهمه، مميزات وعيوب. اولا القدره على حصول مزيد من المال، ده امر طبيعي في شركات المساهمه لان في متداوله بصفه مستمره في اسواق راس المال. بعد كده يسمح بيع الاسهم وهذا يزيد من نمو الشركه، يعني بصفه مستمره انت بتبيع اسهم في فلوس داخل الشركه بصفه مستمره. تغيير الملكيه في اي وقت، ان انت اصلا تبيع ملكيتك دي عادي. تجذب موظفين ذو قدرات عاليه بسبب مرتبات والمزايا العاليه، طبعا بترفع مرتبات. دي طبعا كيانات منفصله عن الملاك، ده كيان منفصل عن الملاك بدليل ان هو ما بيرجعش على الملكيه الشخصيه. العيوب: بتحتاج طبعا اوراق كبيره، تكلفتها مرتفعة في البداية. الازدواج الضريبي ان هي بتخضع لمرتين في الضريبة. الشكل الصفحة رقم 16 دي اللي كانت
شكل المقارنة اللي موجود. بكده احنا كن خلصنا الجزء الاول من المحاضرة. نرجع مراجعة سريعة كده، احنا خدنا ايه يا جماعة؟ احنا خدنا اول حاجة شرح الصفات التي يتحلى بها صاحب مشروع الاعمال اللي هو رائد الاعمال، وبعد كده مناقشة انواع ملكيات المشروعات الاعمال. خدنا في شرح الصفات التي يتحلى بها مشروع الاعمال، خدنا ثلاث حاجات مقدمة في ريادة الاعمال، بعد كده الخصائص المشتركة للرواد الاعمال واللي احنا قلنا عليها اللي هي سيلف دايركتد وسيلف ناتشرينج واكشن اورينتد وهايرلي انرجيتك وتالنت اوف انسرتينتي. وطبعا احنا رجعنا قلنا تاني الاسباب التي تجعل كثير من الناس تقرر تحمل المخاطر اللي موجوده، احنا قلنا عليها اللي هي الفرصه والربح والاستندبندنس والتشالنج والبروفيت والبورتنتي اللي هي الفرصه. وبعد كده احنا اتكلمنا عن الشركات عموما وتقسيمه الشركات. ناخد الداتا شو بتاعنا الانجليزي بتاعنا، خدنا سول بروبريتورشيب اللي هي شركات الملكيه الفرديه، وعرفنا طبعا من شركات الملكيه الفرديه السؤال هنا شركات الملكيه الفرديه يا جماعه ليميتد ولا انليميتد، سول بروبريتور ليميتد ولا انليميتد، البارتنرشيب ليميتد ولا انليميتد، جنرال بارتنرشيب ليميتد ولا انليميتد، الليميتد بارتنرشيب والماستر ليميتد بارتنرشيب. انا عارف ان الماستر ليميتد بارتنرشيب والليميتد لايبيليتي بارتنرشيب مش مفهومه قد كده، بس في المناقشه ان شاء الله هنحاول بقدر الامكان نفهمها اكتر. الكوربريشن طبعا الشركات المساهمه، خدنا السي ال اس كوربريشن، الليميتد بارتنرشيب دي اخر حاجه اتكلمنا فيها والاس كوربريشن، وطبعا احنا اتكلمنا على الشركه اس كوربريشن اللي هي الشركه اللي هي بتضع قيود، الاس كوربريشن بتضع الدوله اللي هي موضعها للدوله اللي هي 100 مساهم ولازم يكون من مواطنين بتوعها، ما ينفعش شخص خارجي، دي الدوله اللي هي عاملاها. دي احنا كده طبعا اتكلمنا على الشركات المساهمه، وقلنا الشركات المساهمه دي كلها يا جماعه ليميتد ولا انليميتد، عملوا شركه مساهمه بس بليميتد لايبيليتي بارتنرشيب. السؤال هنا الكوربريشن ليميتد ولا انليميتد. بكده احنا كنا خلصنا المحاضره الاولى، انا اسف يا جماعه الجزء الاول من المحاضره الاولى من الانتربرينير شيب، اسف المحاضرة الأولى Entrepreneurship and Starting Small Business، رائد الأعمال والبدء في مشروع تجاري. أنا بعتذر طبعا، بكرر اعتذاري عن اللغة عندي ضعيفة شوية، بحاول أن أنا بحسنها إن شاء الله، وأتمنى أنتم تساعدوني فيها، وأتمنى الكل يحسن لغته إن شاء الله. شكرا لكم يا شباب، وإن شاء الله نتقابل في المناقشة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.